نعود مشاهدينا إلى الجهود المصرية وخاصة فيما يتعلق بالخطة المصرية لوقف إطلاق النار أو حتى لوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، مع من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح. أهلا بك معنا أستاذ بشير. يعني إلى أين وصلت هذه الجهود وهذه المبادرة المصرية، خاصة إذا ما ربطناها بالحراك في الفترة الأخيرة وحتى بزيارة العاهل الأردني اليوم إلى القاهرة؟ تحية لك إيمان ولكل مشاهدي سكاي نيوز عربية في كل مكان. القاهرة حينما تتعامل مع المسألة الفلسطينية في ظل عدوان إسرائيلي تقدم مبادرات متكاملة لا تقف عند حدود وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى أو وصول المواد الإغاثية فقط، وإنما تتجاوز ذلك دائما لتشمل عمليات إعادة الإعمار وفتح الأفق السياسي المتجمد منذ العام 2014، على اعتبار أن وقف المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي هو الذي يغذي دوائر العنف في المنطقة. ومن ثم كانت المبادرة في بادئ الأمر تتضمن مراحل ثلاث، أولاها يتصل بهدنة لتبادل الأسرى، وقف إطلاق النار، دخول المواد الإغاثية، الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تهيئة أجواء لإجراء انتخابات، ثم إعادة الأفق السياسي والمفاوضات وصولا إلى الدولة الفلسطينية. يبدو أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بعدما أعلنت تسريبات أو ملامح عامة لهذه المبادرة تحفظا على المرحلة الثالثة المتعلقة بمستقبل غزة ومستقبل التفاعلات السياسية، ويبدو أن الأطراف وجدوا أن المبادرة طموحة إلى حد بعيد ودسمة بشكل كبير، لأنها تشمل مراحل ثلاث، بداية من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصولا إلى استئناف المفاوضات وشكل الحكومة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. فيريد الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أن يتم التركيز حاليا على مسألة تبادل الأسرى، إمكانية وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة، ثم إرجاء الحلول السياسية والأفق السياسي إلى مرحلة لاحقة. تلقفت القاهرة ردود الفعل هذه وعدلت المبادرة وأرجأت المرحلة الثالثة، وأصبحت المبادرة تنطوي على مرحلتين تركزان بالأساس على وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى إلى حين التقاط الأنفاس، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة هذا أمر ثالثة ترفضه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس أستاذ بشير، عندما تصر أنه لا نريد هدنة مؤقتة ولكن لن نقبل بغير وقف لإطلاق النار دائم أو مستدام. إلى أي مدى هذا ممكن أو قابل للتطبيق، مع تأكيد إسرائيل أنه منفتحة على هدنة لكن دون وقف القتال، وكل حديث من أحاديث المسؤولين السياسيين وكذلك العسكريين في إسرائيل يتحدثون عن ربما حرب ليس لأشهر طويلة ولكن ربما قد تكون لسنوات؟ سؤالك إيمان أشار إلى إحدى النقطتين البارزتين اللتين تشكلان عقبة أمام المبادرة المصرية. النقطة الأولى تتصل بما ذكرتي، وهو أن حماس تصر على وقف تام ومستدام وشامل لإطلاق النار، بينما إسرائيل تريد هدنة لتبادل الأسرى ثم معاودة القتال مجددا. النقطة الثانية وأنتظر إن سألتيني عنها، وهي تتصل بدور حماس في مستقبل غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، تريد إسرائيل استبعادها بينما تريد حماس أن تكون موجودة. إذا ركزنا على سؤالك مباشرة وهو وقف إطلاق النار، حماس تعتبر أن هدنة لتبادل الأسرى تمنح إسرائيل فرصة لمعاودة العدوان وإبادة القطاع بشكل تام، لأنها حصلت على أسراها وبالتالي ليس لديها ما تخشى عليه في داخل غزة، فستحول القطاع إلى ركام تام، وهنالك تخسر حركة حماس ما يمكن أن تعلن عنه من انتصار على الجيش الإسرائيلي. إسرائيل بدورها لا تريد أن تمنح حماس هذه الفرصة لإعلان النصر، نحن باقون، القيادات لا تزال موجودة، ونوجه ضربات لإسرائيل بالصواريخ، والأسرى لم يتم الحصول عليهم إلا من خلال صفقة للتبادل وتبييض السجون الإسرائيلية من سجناء فلسطينيين، ومن ثم تكون حماس قابلة لإعلان الانتصار. هذا التعنت ما بين حماس وإسرائيل يشكل تحديا أمام المبادرة المصرية،
وأمام أي جهود دولية. هنالك يمكن القول إن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل بدعم دولي أممي من أجل القبول بوقف مستدام لإطلاق النار والعدول عن فكرة مواصلة القتال، لا سيما وأن كلفة مواصلة القتال باهظة سواء لإسرائيل أو للمجتمع الدولي، مع احتمالات توسع القتال أفقيا وفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان والحوثي وسوريا والعراق وغيرها، أو احتمال تورط إيران وسوريا في العمليات علاوة على الكلفة الاقتصادية الباهظة. لذلك المبادرة المصرية وحدها ليست كافية ما لم تحظى بدعم دولي وأمريكي يجبر إسرائيل على القبول بوقف شامل لإطلاق النار. وقف شامل لإطلاق النار، لكن بالمقابل لأنه من بين الأهداف اللي وضعتها إسرائيل هي تدمير حماس. الآن هناك رفض للنقاش حتى داخل إسرائيل، وهذا ما أشار إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب. الولايات المتحدة تضغط بهذا الاتجاه، ولكن ما الذي سيدفع أيضا حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى إلى التخلي عن الحكم حتى إذا ما استمرت كحركة أو كفصائل، تحلي عن إدارة وحكم غزة في المستقبل كما كانت تطرح هذه الفكرة، واللي أدت ربما حتى حسب عدد كبير من التسريبات والمصادر إلى حتى نوع من يعني الانتقاد السلطة الفلسطينية وكذلك منظمة التحرير من استبعادها من هذا التصور، لأنه الطرح كان حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط تمهد للمرحلة الانتقالية أو للانتخابات. مع استعصاء تحقيق الأهداف الإسرائيلية من الحرب كالقضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى بدون تبادل وإقامة شريط حدودي آمن، بدأت إسرائيل تبدي شيئا من المرونة فيما يخص حماس، فتقول القضاء على البنية العسكرية التحتية أو القبول بخروج قيادات حماس من قطاع غزة إلى قطر أو تركيا، ما يعني أن إسرائيل مستعدة للتراجع أو تخفيض سقف الأهداف السياسية والاستراتيجية من الحرب. لكن ما يتصل بدور حماس السياسي في المرحلة المقبلة لا يبدو أن إسرائيل مستعدة أن يكون لحماس أي دور. هي تريد حماس إما مبادة كلية عسكريا أو خارج قطاع غزة، لكن لا تريد أن تبقى أو أن تكون رقما في معادلة غزة ما بعد هذا العدوان الإسرائيلي. أيضا هناك أوساط فلسطينية تقبل بذلك بأن تكون حماس خارج المعادلة، لكن مشكلة حماس أنها تعتبر أنها بطلة المشهد، هي فعلت ما فعلت في 7 أكتوبر وتعتبرها صفة استراتيجية لإسرائيل تريد أن تجني ثمارها. صحيح أن الكلفة البشرية والمادية كانت هائلة على الصعيد الفلسطيني، لكن حماس ترى أن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهداف العدوان، وبالتالي من حق حماس أن تجني ثمار هذا الأمر ويكون لها دور، لدرجة أنها تطالب بالديمقراطية وأن تشارك ديمقراطيا على أمل أن تحتفظ بقدراتها التصويتية وشعبيتها داخل قطاع غزة إذا ما أجريت انتخابات تفوز فيها وتمثل في السلطة بدرجة أو بأخرى. لذلك إذا ما تراجعت إسرائيل وقبلت بخروج قيادات حماس أو بالإجهاز على بنية حماس التحتية العسكرية بدون القضاء عليها كلية، لن تتراجع حماس فيما يخص استبعادها سياسيا من مستقبل غزة ومستقبل القضية، لأنها لا تثق في السلطة ولا تثق في المسار السياسي. من المفترض أن أي حركة تحرر وطني تعتمد على المسارين بالتناغم والتنسيق، المسار العسكري والمسار السياسي. حماس لا تثق في المسار السياسي وتعتبر أن إسرائيل لا تعرف سوى لغة القوة، ولا بد أن يتم الضغط على إسرائيل ابتزازها عسكريا حتى تقدم تنازلات، وبالتالي حماس تتعنت وتتصلب لأنها تريد أن تجني ثمار ما فعلت وتريد أن تشعر بنشوة الانتصار لأنها ستستثمر ذلك سياسيا في المقبل من الأيام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ضيفي من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح، شكرا جزيلا.